السلام عليكم، معكم عبد الصمد الزمراني الملقب بالصقر. قصتي مع الموتور كأي شاب كيحلم وكيطمح انه يملك دراجة نارية من الحجم الكبير. في ذاك الوقت ما كانش باستطاعتي انني ناخذ دراجة نارية، وبحكم الوالدين كانوا رافضين رفض نهائي انني نملك شي دراجة. والحمد لله مع الجد والعمل والمثابرة قدرت نحقق الحلم ديالي وناخذ الدراجة ديالي. من تما بدا الحلم ديالي. هي صراحة دوزت مطر بزاف، ولكن أول موتور كبير دوزتو كان إير وان موديل 2003. ذاك الوقت كان معروفة بالقتيلة، باستا القتيلة. إير وان معروفة 2003، لا فرانات لا فران موتور لا والو، يعني القتيلة على السماء وقتيلة. يعني هذاك الموتور اللي كيركب عليه وما عندوش واحد التجربة وما عندوش واحد الخبرة ديال الفريناج، ديال كيفاش غيدور، كيفاش المسافة الأمان، يقدر يسبب في الموت ديالو. كنت كندير بحال التجارة البيع والشراء، كنركب على موتور مدة ديال 3 موا 6 موا، نعاود تاني نبدل. دوزت تقريبا جميع المطر. الطوموبيل، انا اصلا عندي طوموبيل، كانت عندي طوموبيل بيرسونيل ديالي وطوموبيل ديال الشركه، ولكن ما كيتقارنوش مع الموتور، لان الموتور حاجه لا توصف، كيحسبها الا اللي راكب على الموتور واللي كيعشق الموتور من قلبه. نقدر نخلي بزاف المسائل عائليه وهذه ونركب على الموتور. ثاني حاجه اللي مهمه واللي كيعرفوها الجميع، ان الموتور كيحل الاكتئاب، لو ستريس. كتكون حنا عندنا بالنسبه للدومين ديالي عندي لو ستريس في الخدمه، عندي الويكاند كنركب على الموتور كنفرغ فيه جميع المشاكل ديالي، كنفرغهم في هذيك الدراجه. وهذا هو الفرق ما بين الطوموبيل والموتور. انا صراحه انا كنت كنجري شحال هادي، مي حاليا ولات عندي مسؤوليه ولو عندي وليدات ما نقدرش نغامر بوليداتي ونغامر براسي. السرعه ما بقاش بالنسبه لي انا شي حاجه اللي تقدر تفرحني في الموتور، لا بالعكس. انا كنخرج مع صحابي، كنقضوا غير نشربوا قهوه، راه داك هو البليزير عندنا حنايا. مي الحمد لله كنمشيو سالمين وكنرجعوا سالمين، والدرجات ديالنا تما كيمشيو سالمين وكيجيو سالمين، هذا هو الربح. كنت معروف بالحوادث لدرجه ان واحد الموتور مسكين دوزت ليه الكاريناج تقريبا شي 4 مرات بسبب الجري. كنا العقل طيش، كنا كنجريو، كانت عنده مع بعضياتنا الاسباب تافهه جدا، والحمد لله كانت كتخرج طريفه الحمد لله. ولكن بنادم كل ما كيتزاد في السن كل ما كيكبر كيولي عارف ان داكشي اللي دارو راه مجرد تفكير فيه راه غلط، لانك كتعرض نفسك للخطر وكتعرض الناس اللي امامك واللي معاك للخطر. داك حنا حاليا ولينا كنمشيو غير بشويه بشويه، قال لك اللي بغى يربح العام طويل. الحمد لله كنمشيو مع الحباب والخوت، تعرفنا على ناس كبار اجي استفدنا منهم، عندهم تجربه كبيره. سنايبر كانت فكره ديال الصقر الكبير، من هنا بدا السميه ديالي الصقر، لان كاين الصقر الكبير اللي هو الحاج عبد اللطيف مهم اللي كنقدم ليه التحيه من هذا المنبر، هو صاحب الفكره. وكنا جالسين الصقر الصغير، انا كيقول لي الصقر الصغير هو الصقر الكبير، لانه ذو خبره وتجربه كبيره تبارك الله في الجولدوين. بالنسبه لي انا ما كاينش ملك الجولدوين هو. قلنا شنو غنديروا، غنديروا واحد المجموعه نسميوها. بقينا نخمو، فكرنا اننا نديروا لا سنايبر. علاش؟ لان احنا بالنسبه لنا حنا كنعتبروا راسنا قناصه، اي بلاصه فيها الخطر كنا كنمشيو لها، لدرجه ان الدراري صحابنا ما كيبغوش يخرجوا معنا بسبب التهور ديالنا. والحمد لله بقات الفكره تطورات حتى توصلنا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا الحمد لله، ولو عندنا متابعين تقريبا في العالم العربي كامل. ولكن ماشي باسم سنايبر على اساس السرعه ولا لا، غير التيم هذاك، غير لو تيم ديال بقى سميت سنايبر وبقينا خدامين عليه. حنا اللي شنو كيميزنا وهو اننا ما كناش كنخرجوا بزاف، كنا كنخرجوا تقريبا صحاب بعضياتنا، ما كانش كيتزاد علينا شي واحد اخر، وما كناش حنا كنزيدوا واحد اخر معنا. داكشي علاش كنا كنمشيو بلايص، وكنا التحديات كانوا تحديات خفاف، ماشي زعما شي تحديات بحال دابا اللي حاليا دابا اللي ولا فيها لو ريسك.
انه الطساي كيتسابقوا في لوطوروت يعني كيعرضوا راسهم للخطر. حنا كنا كنتحداو بعضياتنا ماشي التحديات اللي فيها لو ريسك، لا حنا كنديروا مسافه قصيره مثلا في الفيراجات كنسبقوا واحد وكنخليه واحد وكنبقاو عليه بريسيو عليه شويه كيسالي يرجع للور، بحال لا كنستافدوا من بعضياتنا التجارب اللي عندنا كنبارطاجيهم مع بعضياتنا حنايا يعني. وكنحاولوا ان ايفيتي ونديو معنا شي واحد ما كيعرفش يسوق باش ما يطيحش في شي موقف اللي هو محرج ولا يوقع عليه شي مشكل نكونوا حنا السبب فيه. الفكره ديال سنايبر هي بدات غير بجلسه، كنا جالسين باش بدات الفكره سنايبر باش نديروا التيشيرت باش نميزوا راسنا مع الباقي الدراجين، كنكون كنسافروا كنكونوا بعضياتنا خاصنا نميزوا بعضياتنا باش بالتيشيرت. درنا حنا فكره اننا نديروا غير التيشيرت غير الاعضاء غير حنا تقريبا شي سبعة الناس. من بعد انا اخذت المبادره باش ندير واحد الباج في فيسبوك ونسمي سنايبر وندخل صحابي، وصحابي كيدخلوا صحابهم بقيت كبرت العائله حتى وصلت الان وصلت تقريبا شي 17000 ولا 19000، وماشي غير في الدار البيضاء ولا في المغرب كامل وفي الجزائر في تونس في العالم العربي تقريبا كامل او خارج العالم العربي. ودابا لاباج تقريبا ما كنديروش فيها حنا لاباج التحديات، كنديروا فيها غير البيع والشراء، اللي بغى يبيع شي موتور كيحطو في لاباج، بغى يشري شي حاجه راه كيقلب عليها تمايا. شو وبالاخص هاد لي باج هادو ديال اللي دابا اللي في فيسبوك داروا واحد الدور مهم من الناحيه ديال مثلا كيتفر لشي واحد شي موتور بالخف كيلقاه. علاش؟ لان لي باج كاملين كيتبارطاجيو هاد الصوره ديال الموتور اللي مشفور، مع العلم ان لي باج كيكونوا فيها تقريبا واحد 20000 واحد ولا 15000 واحد، يعني بسهوله انك تقدر تلقى الموتور ديالو. داكشي علاش كيعاونوا الشباب اللي ضاع لهم او تسرق لهم الدراجه ديالهم. الفكره مازال مستمره، مازال الحمد لله الاعضاء جداد كيدخلوا، مازال الناس كنتعرفوا على ناس جداد، مازال كنستافدوا من لي باج اخرين، والحمد لله كاين حاليا كاين واحد التوافق وكاين واحد الاندماج ديال لي باج كاملين ديال مدينه الدار البيضاء باش ان شاء الله نديروا واحد ان شاء الله واحد تجمع خاص مدينة الدار البيضاء، وان شاء الله نحاولوا يكون في التجمع تكون في واحد مبادرة ديال التحسيس، تكون واحد المبادرة تحسيس لان كاين لي باج اللي تقريبا اللي كبار هما اللي معروفين، يعني هذا هو الوقت لاننا نحاولوا اننا نديروا هذه البادرة ديال التحسيس بخطورة العالم الدراجات النارية. بالنسبة لي انا التحديات يعني ماشي في بلاصتهم. علاش ماشي في بلاصتهم؟ حيت حنا في واحد الدولة اللي ما موفراش لينا ظروف ملائمه لهذيك التحديات. بحالاش؟ اول حاجه حنا ما عندنا السيركوي، ما كاين سيركوي فاش تنوض تضحي براسك وتضحي بموتورك، فين غتصدق ميت واما غتقدر تقاتل شي واحد تكون انت السبب ديال انك تقتل شي واحد. حنا ما عندناش في الدوله هذه مكان خاص بالتحديات. الدراري تنعرفهم انا راه خاسرين على ماطرهم بزاف ديال الفلوس لي بريباراسيون هادي، ولكن فين غي هذيك الهوايه ديالهم وديك الرغبه اللي عندهم فين غيفرغوها؟ ما كاينش. علاش؟ لان هنا ما عندناش مع الدوله. بالنسبه لي انا واش الدوله ما قادراش انها تخلق واحد الفضاءات خاصه بصحاب الدرجات الناريه بحال مثلا ملاعب القرب ولا اكثر من القصريات؟ ما الدوله غتستافد، هي غتستافد بزاف الحوايج. تقدر هنا الدراج يقدر يخلص من واحد شي حاجه اللي هي شهريه، ولكن غيمشي هو مامن، يتجمعوا جوج ثلاثه اربعه ويمشيو واحد البلاصه اللي خاصه فضاء خاص يكابريو تما يقصروا تما وهما مرتاحين مامنين على رقوصهم مامنين على الناس اللي معاهم. في كاين المشكل. اما حاليا دابا التحديات داخل في لوطوروت ولا في وسط الزنقه، داكشي علاش الاونه الاخيره وانا كنسمعوا الحوادث السير، ماشي حوادث السير سهله مميته. شحال سمعنا اغلبيه ديال الاصدقاء ديالنا ماتوا، شنو كان السبب ديالهم؟ تحديات. غادي مسابق هو صاحبه واحد صاحبه داز الاخر حصل، وشكون كيتعذب في الاخر؟ والديه هو اللي كيمحنهم. ولكن كون رجعوا بسين اللور غنبداو نخمو في ريوسنا وفي والدينا، حيت انا فين غنبدا نتحدى شي واحد شكون ضمنني انا الفلان غيتقطع؟ شكون ضمنني غيخرج ليا كلب؟ شكون ضمنني انا غنصدق شطوموبيل خارجه ليا فاس؟ شنو ضمنني؟
لان بلاصه ما مامناش. كنت انا والمدام ديالي في الطوموبيل مشينا كنتقداو شي لعيبات وبغيت نشري واحد اللعيبه تقريبا الثمن ديالها واحد 300 درهم. 300 درهم قالت لي، قلت لها ما عنديش، مزير قضيه محاك هذه. قالت لي صافي ماشي مشكل. غادي ندس واحد نص ساعه لعيبه كيتصل بيا الدري صاحبي قال لي الو طال راه البول اللي وصيتيني عليه رجع. قلت لي شحال الثمن؟ قال لي 2500 درهم. قلت لي انا جاي عندك دابا وانا راه نسيت، انا راه ما قلت للمدام ما عنديش 300 درهم. عرفتي مع ديك الدوره درتها لقيت المدام كانت خانزر ونجبد لها 300 درهم. قلت لها كي ما تهضريش. ولكن الحمد لله هذا هو الحب ديال الدراجات الناريه، كتضحي بالغالي والنفيس. دادا سبايك، دادا سبايك ما كاينش اللي ما كيعرفهمش من الصغير للكبير، لانه اول جمعيه اول كلوب اللي قدر ينظم اكبر تظاهره. نقدر نقول ان تظاهره تقدر توصل للعالميه، لانه قدروا انهم يجيبوا ابطال عالميين في جميع الفئات، فئة ديال الستاند، فئة ديال الكروس. وما نساوش انهم داروا واحد التظاهره كبيره اللي ما كاينش شي واحدين داروها، يعني داروا تور دو ماروك، يعني وكان تنظيم جد جد رائع يعني من البدايه للاخر. يعني بالنسبه لي انايا فخامه الاسم التكفي ديال دادا سبايك. خرجات هما من الخرجات اللي خرجت، انا خرجت بزاف، ولكن الخرجه اللي بقات لي انا في بالي هي خرجه بعقلها، حيت انا الخرجات اللي خرجت اغلبيه خرجات مسطنين، ما كنبقاوش عاقلين على الطريق. مراكش كازا حتى كتلقاو راسنا في ستاسيون، فين كيف درنا ليها ما عرفت علاش، حيت كنبقاو غادي نتحدوا بعضياتنا وغادي مقصرين هضر. ولكن الخرجه اللي بقيت عاقل عليها اللي حسيت بها هي يعني خرجت مع واحد الاصدقاء ديالي 20 ديالي اللي هما مخلطين، منهم عبد الكبير، منهم فاروق، منهم هند، عليا، الهام، اميمه، سفيان، يعني واحد الكليكه صراحه الله يعمرها دار. الدراري بعقلهم، الدراري واصلين قارين مزيان، السيدات واصلين تبارك الله بعائلاتهم بوليداتهم. درنا واحد الخريجه وطلعنا لمراكش، تنقول لك كل شبر عقلنا عليه غادي وكن يعني نقدر نعاود لك انا بخطوه بخطوه. يعني وقعت لنا ضبابه، طحنا في ضبابه في الطريق، في ستاسيون السيده وقع لها اون بون ستاسيون، بقينا معاها تتحل المشكل، دخلنا مشينا للوطيل. يعني بالنسبه لي انا الخرجه هي انك كتمتع. هذا المشكل ديال اللوطوروت والطريق الوطنيه هذا من زمان، وحنا كما تنقولوا المكاتب كيوقعوا، يعني تكون غادي في امان الله حتى كيخرج لك كلب، وانت باش عرفتي بان الكلب غيخرج لك، ما داكشي مكاتب. ولكن كاين شي حوايج اللي كيكونوا انسان عنده يد فيها، بحال مثلا كتكون غادي نتايا في امان الله حتى كتخرج تلقى طوموبيل دوبلاش ولا كاميو ولا كاركي دوبل في خط متصل، في ديك الحاله شنو غدير؟ غتخرج مزرار، هو غيدوز وانت غطيح. يعني كاين شي حوايج اللي حيت دابا هما ديما اصحاب السيارات او الكاميوات او الرميك ولا هادي اللي ما يردوا البال اصحاب الدراجات الناريه، لان راه هو محمي، خاصو ديما يدير بانه هو راه محمي. يعني الا ضرب اي مول بيكالا ولا موتور صغير ولا موتور كبير راه يقدر يقتلو وغيتسبب في الوفاه ديالو. ديما يردوا البال، لان اغلبيه اصحاب هنا المشكل اللي كاين. انا ما كنعانيوش مشكل في خارج المدار الحضاري ولا المشكل اللي كاين هو داخل المدار الحضاري. طاكسيات، طوموبيلات، طوبيسات، طاكسيات المشاكل اللي عندهم. علاش؟ طاكسي خدمه، خدام طوموبيل، خاصو يهز بلايص، ما كيبقاش يفكر في قانون السير ولا يفكر خاصو يشوف المرايات اللي دايرين الليل قدام جناب اللور، لا، كيفكر بلاصه خاصو يوقف لها. هادشي فاش كيفكر؟ هو كيبغي يمشي يهز بلاصه راه كيقضي معاه روح. الميساج كنتمنى كنتمنى الجميع عشاق الدراجات الناريه لا الكبيره لا الصغيره انهم يعاو الخطوره ديال هذه الهوايه هذه، بقدر ما انها هوايه جميله وما لدرجه انها ما تصورش، ولكن لدرجه انها راه هوايه قاتله. لذلك كنتمنى من جميع الاخوان انهم يلتزموا بوسائل الحمايه اولا، وثانيا يلتزموا بقوانين وقواعد السياقه، وما ينساوش ان يحترموا قانون السير الا بغاو السلامه ديالهم. هذا هو الميساج ديالي.